من جانبهم ثمن المفرج عنهم جهود الشيخ خميس الخنجر في وقفته المشرفة من أجل أن ينالوا حريتهم التي حرموا منها ظلما. أنا صار لي 4 سنوات مظلوم بالسجون العراقية، واحد من أقربائي وياي محروم عن أهلي وأطفالي بتهمة غير صحيحة، صار لي 4 سنوات، وأشكر كل من ساهم بالإفراج عني وعن المحكمة الاتحادية وعن الشيخ خميس الخنجر خصوصا وفالح العيساوي، أشكرهم وأشكر كل من ساهم بالإفراج عني. والله شعور ما تنوصف، والله شعور ما تنوصف، يعني والله أولادي، يعني قلت لك صار لي 4 سنوات ما شايفهم. إيه نعم، الحمد لله الحمد لله، وأشكر كل من يعني ساهم بالإفراج عني، وأشكر خصوصا الشيخ خميس الخنجر.